أصحاب راميد معفيين من واجبات الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض. أكد رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية راميد من شأنه تعزيز ورش إصلاح منظومة الصحة. وأوضح رئيس الحكومة أن تنفيذ هذا البرنامج الذي يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي للتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة من شأنه توطيد مكتسبات المستفيدين من نظام راميد وتعزيز إصلاح منظومة الصحة. وأشار إلى أنه سينعقد اجتماعا قبل متم السنة الحالية للنظر إلى الجوانب القانونية والتدبيرية والعملياتية والمالية المتصلة بتنفيذ هذا البرنامج الذي يتوخى تجويد الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من نظام راميد. وأكد أن هذه الإجراءات ستمكن حاملي نظام راميد من تعزيز مكتسباتهم والاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.